السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم علاء. اليوم سنقوم بشراء عمل ميزاجور لهاتف أوبو إيفون إف. أول حاجة سنقوم بالذهاب إلى بارامتر، من بعد نمشي ميزاجور السيستم، ننتظر ريت ما يبحث عن ميزاجور للهاتف. نضغط على لا فيزيون اوبشن ابلغي الصوت، يعني الهاتف ديالي ديجا محدث، يعني قمت بالتحديث ديالو. اذا هذا هي هذا هو اخر اصدار التحديث. وبالنسبة للهواتف الغير محدثة، عندما ندخل إلى هذه القائمة ننتظر حتى يظهر لنا مثل هذه العلامة، ثم نضغط عليها يبحث لنا عن الميزاجور المناسب للهاتف، ثم نقوم بتحميله وتنصيبه بدون أي مشاكل للهاتف. وشكرا، أخوكم علاء.